حياتي مختفية، وكنت تبتعدين بين فترة وفترة، سواء كان بسناب شات أو إنستغرام أو وسائل التواصل الاجتماعي عامة. إيش الأسباب؟ بالعادة تستقبلوا ضيوفكم على طول كده؟ ما في رحمة على طول؟ ما في رحمة. طب أعطيني أتنفس. يلا. اختفائي كان كنت بعيد حساباتي في أمور كثيرة. نعم. كان كده منطقة يعني بريك. بريك، أخذت بريك، بعيد حساباتي، بفكر في أشياء جديدة، أحب أظهر بشكل جديد وبأسلوب جديد وفي مجال جديد إن شاء الله. طيب، بالاختفاء اليوم وصفوا الناس أن هناك كان ارتباط، وتحديداً في أمير سعودي، مدى صحة هذا الكلام؟ ليش طيب الناس؟ أنا قدامك، ليش تسأل الناس؟ أنا قاعد أسألك، أخذ الإجابة الصحيحة. أنا سمعت يقولون، واليوم معي الشخصية نفسها في حد ذاتها روزانا، فطرحت عليك هذا السؤال. معليش، كرر السؤال تاني. السؤال، من أسباب الاختفاء أنك كنت ترتبطين في أمير سعودي، ما صحة هذا الكلام؟ كان في مشروع ارتباط صحيح، ولكن بعيدا عن التصنيف أمير وزير فلان علان، أنا ماني حابة أصنف الشخصية، ولكن حقيقي كان في مشروع ارتباط. ليش مو حابة؟ خايفة؟ أو كلمة أمير تخوف؟ لا ما تخوف طبعا. نعم. ليش تخوف؟ وين المشكلة اليوم إذا قلتي ارتبط في أمير؟ أنا ارتبطت بشخص بغض النظر إيش هو في المجتمع، أنا ما يعنيني إيش هو، أنا يعنيني أني ارتبط بشخص. ما تفرق معايا إذا كان أمير ولا مش أمير ولا. نعم. شخص عادي في المجتمع. نعم، حسب المعلومات اليوم أن اليوم الشخص اللي كنتي مرتبطة فيه الموضوع كان خطبة، صح؟ ولا زواج رسمي؟ لا لا، مو زواج، كان أنت قاعد تجرني في الكلام. أهدى شوية فيصل، مو كذا الرتم على طول عالي. في قمة الهدوء، لحين ما بلشت بالحلقة. يعني كان مشروع خطبة حقيقي. نعم، كان مشروع خطبة. الروايات تقول أن الفكر مختلف بينك وبينه، هو شخصية انتمي شوية إلى الأمور الدينية أكثر، وأنت شخصية نوعا ما شخصية إعلامية صحفية، ولكن هم بعد في نوع من التحرر موجود في شخصية روزانا. الارتباط عادة ما يجمع كل الأشخاص المتشابهين، يعني نعم. ممكن أشخاص مختلفين تماما يقرر أنهم يرتبطوا. مش لازم أنا أكون تفكيري زي تفكيره أو تفكيره زي تفكيري. نعم. بس ليش ما تم الارتباط؟ بعيدا عن كلمة نصيب، هذه عارفينها كلمة النصيب، ولكن هناك أكيد في أسباب. بعدين في شيء مهم لازم أقول لك يا فضل. يعني ما في أحد ما له اهتمامات في أشياء، في يعني مجالات كثير. إذا أنا لي اهتمامات دينية فأكيد لي اهتمامات في أشياء كثير في الحياة. نعم. ولكن هو الموضوع يعني نسبة وتناسب، فما في شيء إنه إحنا مختلفين. أنا عندي اهتمامات دينية وهو عنده اهتمامات دينية، هو عنده اهتمامات حياتية وأنا عندي. نعم. اهتمامات حياتية. نعم. ويعني ليش ما سؤالك مستفز. ليش ما تم الارتباط؟ سؤالي يقول ليش ما تم الارتباط وبعيدا عن النصيب؟ نصيب.